انا خويا خدي 25 عام وانا خدامه هنا. يلا انا عندي توام وليدات، عندي عبد الخيريه، ما كانش اللي يعاوني لا في ورق ديالهم ولا هادي ولا هادي ولا هادي. انا وجهي هو تحرق كامل هنايا، وجهي تحرق هنايا، مريضه بالاعصاب، طحت على الزيت، طحت على الزيت، كنت كنقلي هكا الفريد، طحت عليه، تحرقت وجهي كامل كان محروق. انت انا ما عرفتش راسي، الواحد اللي اغتصبني بحال هكا ما عرفتوش، انا ما فهمتش، كنت مريضه بالاعصاب، كنطيح بزاف، ما كنفهمش راسي. بغيتهم يقراو حتى هما يكبروا، نصايب لهم ريقاتهم، حتى انا نخدم عليهم، نخلص لهم الكلا ديالهم، نوكلهم، نلبسهم. دابا راه عاد شتا هذه، مشريت لهم بالطوفات ديال الميكا بحال هكايا، خصهم السبرديلات، خصهم تقاشر، خصهم سراول، خصهم كيطماس بزاف. انا دابا الواحد البارح جا لهنا مسكين، مشى مع الشانطي، طاح جا مهرس من رجليه، مقصح الليل كله، وانا كنبكي عليه. قلت له ولدي ما عنديش دابا باش نشري لك عاد الدواء، ما عنديش. كنقول له ما تهبطليش لهنا، فين نخليه؟ الفوق في الدار كنبقى خايفه عليه. جا عاد السيمانه، عاد السيمانه العطله، هو ديما في خيريه، كنجيبو عاد السبت والحد. مشيت عند مواني الخيريه، قلت لهم هاد ولادي واش نخليهم هنايا؟ قالت لي لا، ما تنساش ولادك، ديهم السبت والحد، خليهم حداك. قالت لي انت عاد تقدر تنسى ولادك؟ الا خليتيهم هنا، قالت لي نساوك انت، ما يبقاوش يجيو عندك. قلت لهم لا، خليني انا نخدم هنا، ونبقى نمشي العشيه، العشيه السبت والحد، ونجيب ولادي ونديهم عاوتاني. مال شنو فيها؟ انا كنمشي للقياده، كنصايب شي ورق عاوتاني، كنجلس كيقول لك خصك اللي يعاونك، خصك اللي يفهمك، خصك هادي وهادي، ما كانش اللي يعاوننا. حتى الوالد ديالي اللي يعاونني ولا شي حاجه مات، مرحوم مشى، ما كنعرف نمشي حتى في شي بلاصه. لا لا، ما مشيت اختي خدمت في شي بلاصه ما يخليونيش نخدم معاهم. انا كنمشي كنتعصب ونطيح، الناس ما يخليني حتى واحد نخدم معاه. هي مسكينه راه كنت معاها، عندها شي مشاكل معاها، وهي خلاتني نخدم معاها دابا، وكتدور معايا وتخلصني مزيان وتهلا فيا وكل شيء، حتى يبقاو فيها ولادي. دابا مسكينه هي، راه حيدوا لهاد الحانوت، ما عارفين نمشي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو، وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.